وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من محيط مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنيويورك موفد النيل علاء رشوان، كما ينضم إلينا أيضا مباشرة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك موفد النيل محمد عبد الله. أهلا بكما، وأبدأ مع علاء من أمام محيط مكان إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. علاء، أولا كيف تتابع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته الحالية إلى نيويورك؟ تحياتي إليك زميلي شهاب. من المقرر أن يبدأ وينطلق النشاط السياسي المكثف للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أقل من ساعتين بعدة لقاءات ثنائية تجمعه بعدد من المسؤولين الذين يشاركون في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73. أولى هذه اللقاءات لقاء يجمع السيد الرئيس ووزير خارجية دولة الإمارات في إطار الحرص المتواصل من القيادتين السياسيين السياسيتين في البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور حيال كل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، أيضا فيما يتعلق بدفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، وهو ما ينعكس جليا من خلال حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على الالتقاء بصفة مستمرة سواء فيما يتعلق بالزيارات المتبادلة أو على هامش الفعاليات والمحافل الإقليمية والدولية. ثاني هذه اللقاءات التي سوف يعقد السيد الرئيس مع رئيس المجلس الأوروبي في إطار التواصل والتنسيق والتشاور المستمر بين القيادة السياسية في مصر وهذه المؤسسة الدولية، سواء فيما يتعلق بتعزيز الجوانب الاقتصادية أو تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين المجلس وأعضاء المجلس وبين مصر في مختلف الأصعدة. ثالث هذه اللقاءات لقاء أيضا مهم يجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس البنك الدولي والذي تربط مصر بهذا البنك علاقات وثيقة وعلاقات تاريخية امتدت لقرون. القيادة السياسية في مصر حريصة على دعم هذه العلاقات والاستفادة من خبرات وإمكانات البنك الدولي في دفع عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أطلقته الدولة منذ نحو 5 سنوات. آخر هذه اللقاءات هو لقاء في غاية الأهمية يجمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمقر إقامته لاستعراض عدد من الأمور وعدد من الموضوعات والقضايا الاقتصادية في المقام الأول، والتي تأتي في إطار حرص القيادة السياسية للترويج لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في كل الدوائر صنع القرار سواء السياسية أو الاقتصادية. نعم زميلي شهاب. طيب، يبقى معنا علاء رشوان من أمام مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، وننتقل إلى محمد عبد الله موفدنا إلى داخل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. محمد، الجديد لديك في استعدادات الأمم المتحدة للدورة العادية 73 للجمعية العامة ووصول الزعماء المشاركين؟ نعم بالفعل شهاب، تم رفع درجة التأهب القصوى هنا في نطاق ليس فقط داخل إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة أو داخل نطاق المقر الدائم للأمم المتحدة، ولكن أيضا في الشوارع المحيطة. مساء اليوم مثلما علمنا من قوات الأمن الموجودة هنا في نيويورك، سيتم إغلاق كافة الشوارع، 5 شوارع من في كل اتجاه من أمام المقر الدائم للأمم المتحدة استعدادا لانطلاق القمة على المستوى الرفيع، مستوى الزعماء والرؤساء يوم الثلاثاء، والفعاليات التي ستسبق القمة يوم الاثنين، وهناك العديد من الفعاليات ستسبق هذه القمة. نعم كما ترى معي هناك هذا النهر المقابل للمقر الدائم للأمم المتحدة، هناك تواجد على الدوام لهذه المركب أو هذا في وسط النهر، ده تابع للبوليس الأمريكي، بيتم طلعة القوات، هناك قوات من القوات البحرية الأمريكية ستنتشر في مساء منذ مساء هذا اليوم، وشهدنا منذ قليل كان يقف هنا خلفي قوات المارينز، تابعناهم وهم يتسلمون عمليات الدعم اللوجستي لقوات الأمن التابعة للأمم المتحدة استعدادا لهذه الدورة الهامة. نعم شهاب. طيب، يبقى معنا محمد عبد الله من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ونعود مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى الزميل علاء رشوان من أمام مقر إقامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك.
علاء، كيف سيتم عرض الفرص الاستثمارية في مصر خلال لقاءات الرئيس السيسي برؤساء الشركات الأمريكية؟ نعم شهاب، الملف الاقتصادي دائما ما تصدر جدول أعمال ولقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء الداخلية أو الخارجية خلال لقائه بعدد كبير من ممثلين الصناديق والبنوك الدولية لعرض نتائج الإصلاح الشامل أو برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي أطلقته الدولة منذ نحو 5 سنوات. في هذا اللقاء، لقاء السيد الرئيس مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، دائما ما يبدو أن هناك حرص شديد من الجانب الآخر على التعرف عن قرب من خلال السيد الرئيس والمسؤولين التابعين أو المعنيين بهذه العملية الإصلاحية التنموية للاستماع عن قرب عن آخر تطورات هذا البرنامج، برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الشامل. السيد الرئيس من المنتظر أن يعرض خلال هذا اللقاء نتائج ما تم التوصل إليه من إصلاحات، سواء إصلاحات هيكلية أو تشريعية أو إصلاحات تنموية على أرض الواقع. السيد الرئيس سيقوم بالترويج مجددا لبعض المشروعات التنموية العملاقة التي جرى إنشاؤها وجاري تنفيذها في هذه المرحلة، والتي تهم بالأساس المستثمر الأمريكي في بعض القطاعات الخاصة مثل قطاعات البنوك وقطاعات السياحة وقطاعات الدواء وتصنيع الدواء، بالإضافة إلى قطاعات التصنيع والزراعة. هذه المجالات كافة تلقى اهتماما كبيرا من ليس فقط المستثمر الأمريكي وإنما أيضا المستثمر الأوروبي. الفرص الواعدة التي تحملها السوق المصرية فرص كبيرة، هناك تبادل تجاري ضخم بين البلدين، وهناك أيضا علاقات اقتصادية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة. السيد الرئيس أيضا سوف يقوم بتقديم شرح وافي لآخر خطوات هذا الإصلاح، سواء فيما يتعلق باستصدار قانون الاستثمار الجديد أو فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي أجرتها الحكومة، بالإضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على الفرص الاستثمارية التي تحملها بعض المشروعات وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، بالإضافة إلى بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى. هذا أيضا بالإضافة إلى أن من المنتظر أن يقوم السيد الرئيس بالإجابة على بعض الاستفسارات وبعض الأسئلة التي سوف يطرحها أعضاء غرفة التجارة الأمريكية حول آفاق الاستثمار وآفاق الفرص التي تحملها السوق المصرية في المرحلة المقبلة، والتسهيلات المقدمة من جانب الحكومة المصرية للمستثمرين في كل المجالات، بالإضافة إلى تأكيد السيد الرئيس على أن الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والسياسة والأمن. السيد الرئيس من المنتظر أيضا أن يتعرض للمعركة الشاملة التي تديرها الدولة المصرية ضد الإرهاب والنجاحات التي تحققت في الفترة الأخيرة، بما يضمن توفير مناخ جاذب للاستثمار، مناخ آمن سوف يبحث عنه كل مستثمر ليس فقط المستثمر الأمريكي. من خلال متابعتنا لفعاليات القمم الدورية والجمعيات العامة للأمم المتحدة التي شارك فيها السيد الرئيس، دائما ما كان الملف الاقتصادي أحد أهم وأبرز بنود أعمال السيد الرئيس في كل لقاءاته، سواء فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني الأمريكي أو فيما يتعلق بلقاءات سيادته مع رؤساء البنوك الدولية وصناديق الاستثمار، وأيضا خلال لقائه مع المسؤولين الأمريكيين. في كل هذه اللقاءات كان دائما الملف الاقتصادي مطروحا وبقوة خلال أجندة عمل السيد الرئيس. نعم شهاب، شكرا لك، وابقى معنا علاء رشوان. ونعود مرة ثانية مشاهدينا الكرام إلى الزميل محمد عبد الله من مقر الأمم المتحدة في نيويورك. محمد، هل هناك من لقاءات عقدت سواء على مستوى الزعماء المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو كبار المسؤولين اليوم؟ شهاب، يعني هو بالفعل اليوم هو يوم العلاقات الثنائية، مثلما أشار الزميل علاء، هناك لقاءات هامة للسيد الرئيس مع وفود عربية ووفود من الجانب الأمريكي. اليوم العاهل الأردني أيضا سيلتقي بوزير الخارجية الأمريكي في مقر إقامة العاهل الأردني. هناك العديد من الفعاليات الثنائية سواء من زعماء أفارقة مشاركين في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من الزعماء ورؤساء العرب. هو يوم اللقاءات الثنائية بالأمس، وبالإشارة أيضا إلى هذه اللقاءات والنشاط المصري المكثف على هامش اجتماعات الدورة الثلاثة
73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. معالي وزير الخارجية سامح شكري التقى بنظيره البحريني الملك الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير خارجية البحرين. لقاء هام بيعكس التنسيق العربي والتشاور العربي وكيف يمكن أن يكون للعرب شكل خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. أيضا هناك العديد من لقاء آخر عقده السيد سامح شكري مع المدير التنفيذي للبرنامج الأنمائي للأمم المتحدة، وهذا أيضا بيعكس أهمية التواصل مع المنظمات الدولية والتنسيق مع المنظمات الدولية للعمل على إيجاد حلول هامة فيما يتعلق بالتنمية في المنطقة الإفريقية، فيما يتعلق بالتنمية في المنطقة العربية، وبالتأكيد التطورات فيما الحاصلة على صعيد الاقتصاد المصري. نعم شهاب. نعم محمد عبد الله من مقر الأمم المتحدة، وأتوجه بالشكر في النهاية إلى كل من الزميل علاء رشوان من أمام مقر إقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك، شكرا لك علاء. وأيضا أتوجه بالشكر إلى أيضا الزميل محمد عبد الله من مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شكرا لكما على هذه المعلومات.